بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى على تجدد هذه اللقاءات المباركة، وهي تتجدد علينا ونحن ولله الحمد في صحة وعافية وفي أمن وفي أمان. ومن أفضل النعم أننا في بيت من بيوت الله، وأي بيت؟ إنه البيت الحرام الذي تضاعف فيه الأجور والحسنات، الصلاة فيه 100,000 صلاة. فهل استشعرت هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك وأنت في هذا المكان؟ والملايين من الناس يتمنون أن يكونون مكانك أنت، فيجب أن نستشعر هذه النعمة العظيمة، وهي النعم المتتالية والتي تتجدد علينا كل يوم. تقوم آمناً في سربك، معافاً في بدنك، إيش؟ من يعرف؟ عندك قوت يومك. يعني هذه نعم ثلاثة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يجب أن تستشعر هذه النعمة. نبي عليه الصلاة والسلام يقول ويبين لنا: من بات آمنا في سربه، أي في بيته، يعني ينام وهو مطمئن مرتاح، لا يخاف شيء، لا يخاف على نفسه، لا يخاف على عرضه، لا يخاف على ماله، فتجد أنه مطمئن معافا في بدنه، وأنت في عافية وفي صحة. وترى كثيرا من الناس قد أصابتهم الأمراض والأسقام، عنده قوت يومه ما يجعله يقوم، يعني عنده الأكل والطعام الذي يستطيع إذا أكله أن يؤدي الأعمال الواجبة عليه، سواء من عبادات أو الأعمال الدنيوية. قال: فكأنما حيزت له الدنيا، وفي رواية كما كأنه قد حيزت له الدنيا بحذافيرها. انظروا إلى هذه النعمة العظيمة. إذن نحن ننعم بنعم لا نستشعر هذه النعم. البعض من الناس ينظر إلى الآخرين وينسى النعم التي أنعم الله بها عليه، وهذا حال كثير من الناس. الناس ينظرون إلى غيرهم ولا ينظر إلى النعم التي أنعم الله بها عليه. ولذلك ذكرت لكم نعمة الصحة، وهي نعمة عظيمة. إذا نظرت إليها وتأملت في حالك وأنت في صحة وفي عافية، لا تتعاطى الأدوية أو تحتاج الذهاب إلى طبيب، فأنت في نعمة عظيمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا الحديث إذا نظرنا إليه، نظرنا أن المؤمن والمسلم لا يخلو من أن يصاب بالمصائب. كل منا عنده مشاكله ومصائبه. البعض يبحث عن المال لا يجد المال، البحث ابتلي، البعض ابتلي بزوجة وبأولاد لا يبرون به، البعض من الناس ابتلي مثلا بمدير له في عمله، أناس ابتلوا بجيران له يؤذونه، وقس على ذلك المصائب التي يصاب بها الناس في هذه الدنيا. هذه المصائب التي تصيب المؤمن وتصيب المسلم في الدنيا، هل يؤجر عليها أم لا؟ ها؟ يؤجر؟ يؤجر عليها. طيب، هل الأجر الذي يؤجر عليه هو بمجرد المصيبة أم يحتاج إلى الصبر حتى يؤجر عليها؟ ها؟ هذا يقول الصبر، يقول يحتاج إلى الصبر. يعني على ما ذكر من أجاب على هذا السؤال،
يقول أنه لا يكفي أن تصاب فتؤجر، بل عليك إذا أصابتك مصيبة أن تصبر. هل هذا صحيح أم لا؟ نحتاج إلى تأمل أكثر. أنا أبين لكم، نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول، تأمل هذا الحديث، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. انظر هذا الحديث العظيم، هذا الحديث يخالف ما ذكره من أجاب السؤال. ليش؟ يعني هو يقول لابد من الصبر، لا. إذن هذا الحديث ماذا يدل عليه؟ يدل على أن المسلم لو أصيب بمصيبة، أي مصيبة، أي مصيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يصيب المسلم، يعني أي أمر من الأمور التي فصلها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فلم يترك أي نوع من أنواع المصائب التي يصاب بها الناس إلا ذكرها في هذا الحديث. فهذا يدل على أن المسلم لو أصيب بمصيبة ولو لم يصبر أجر عليها. انظروا إلى هذا الفضل العظيم. لكن ما ذكره المجيب هو ما هو أفضل من ذلك، ما هو أفضل من ذلك، ما هو؟ وهو الصبر، وهو الصبر. ولذلك إذا صبر واحتسب كان هذا أجر زائد، كان هذا أجر زائد. فالمصيبة إذا أصبت بها فإنك تؤجر عليها وأنت مسلم، ولكن لو صبرت كان هذا أجر زائد. وبشر الصابرين، قال وبشر الصابرين الذين إيش؟ إذا أصابتهم مصيبة، إذا مصيبة هنا، إذا أصابت قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا هذه بشارة لمن أصيب بمصيبة ثم صبر عليها، فبشره الله بهذا الأجر العظيم الذي يؤجر عليه المسلم. إذن إذا نظرنا إلى هذا الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال في بدايته، وهو حديث عظيم ذكر جميع أنواع المصائب، ما منا أي واحد في هذا المجلس إلا وقد أصيب بمصيبة أيا كانت هذه المصيبة. بعض الناس إذا قلت مصيبة يذهب ذهنه إيش؟ إلى المصائب العظيمة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام فصل قال ما يصيب المسلم، ما يصيب المسلم، ثم قال من نصب ولا وصب. وش النصب؟ وش الوصب؟ النصب هو التعب الذي يكون له وقت ثم يذهب، مثل النصب مثلاً نحن في الحج مثلا والناس يمشون ويحتاجون إلى الذهاب والتنقل، سواء من الحرم إلى منى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، مزدلفة لرمي الجمرات ثم الطواف، هذا فيه تعب، هذا يؤجر عليه. لكن لاحظ أنك الآن في عبادة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أجرك على قدر نصبك، عين التعب. إذن التعب يؤجر عليه في عبادة، لكن لو لم يكن في عبادة مثلا في عمل، رجل أوكل بعمل لكن عمله شاق يتعب، هل يؤجر عليها أم لا؟ ها؟ يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر، لأن هذا داخل في عموم الحديث، هذا داخل في عموم الحديث. رجل عنده عمل مثلا يعمل في الشمس، مثلا نجار أو يعمل بناء، أو أيضا من يعملون أيضا في خدمة الحجاج والمعتمرين، سواء من رجال الأمن أو من المنظمين أو ممن يعملون في أي مكان، ولكنهم يتعبون في عملهم مع أنهم يأخذون أجرة على عملهم، لكنهم يؤجرون على التعب، يؤجرون على التعب الذي يتعبون فيه. وكذلك أنت في عملك، أنت في عملك مثلا، يعني يحصل أن كل واحد فينا له مهنة خاصة به،
لكنه هذه المهنة ربما تكون متعبة له، ربما تكون مثلا ساعات طويلة من الدوام فيتعب. إذا هذا نوع من إيش؟ من التعب والأذى الذي يصاب به الناس. فإذا تدخل في هذا الحديث، فأنت في عملك إذا تعبت أيضا فإنك تؤجر على هذا التعب. هذا النصب، النصب إيش؟ هو التعب الذي يزول إذا ارتاح. مثلا أنت تعبت، مثلا مشيت في الشمس، حصل لك مثلا في العمل تعب، لكن إذا رجعت للبيت وأخذت مثلا قيلولة أو أخذت قسط من الراحة ذهب هذا التعب، أليس كذلك؟ إذن هذا أول ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يصيب أو يصاب به المسلم، وهو النصب. الثاني ما هو؟ الوصب. الوصب هو التعب الذي يكون مستمر، يستمر مع الشخص. شخص مثلا مصاب بمرض، يعني سواء الأمراض المستعصية عافانا الله وإياكم، مثل أمراض السرطان أو غيرها من الأمراض التي تتعب البدن، أو شخص أصيب أيضا بأن مثلا وهو يتأذى بما أصيب به وهو أمر مستمر، مثلا قطع شيء من أطرافه، أو مثلا عنده بعض الأمراض التي تتسبب عليه بالألم الشديد، هذا هو الوصب. الوصب هو المرض الذي يكون مستمر مع الشخص. كذلك يدخل فيه الأمراض التي تكون أيضا مؤقتة، مثلا يصاب مثلا بالزكام، يصاب بالتعب، يصاب ببعض الأمراض مثلا التي مثلا نزلت بالناس في الآونة الأخيرة مثل كورونا وغيرها، فيصاب ببعض التعب والمشقة، هذه كلها داخلة في الوصب. إذن النصب والوصب هما نوعان إيش؟ من المصائب التي يصاب بها الناس. لكن إذا قلنا النصب والوصب هي تصيب إيش؟ هل هي تصيب النفس أم تصيب البدن؟ يعني الأذى في البدن أو في النفس؟ في البدن، هي تصيب البدن، فيتعب الإنسان في بدنه في جسمه، فتجد أنه ربما تمنعه من الحركة، إذا مثلا أراد أن يعمل عمل لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل. إذن هذا هو النصب والوصب. في أحد لم يصب بالوصب والنصب؟ فيكم واحد يقول أنا والله ما أصبت لا بنصب ولا وصب، هل فيه؟ ما منا إلا وقد أصيب بهذا، إما التعب الذي يكون مع العمل أو المشقة أو في أداء العبادة، حتى العبادات، يعني العبادات النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل إيش؟ حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. والمسلم إذا قام أيضا يؤجر على ذلك، يؤجر أيضا على التعب سواء في العبادة كما ذكرنا أو في غير العبادة، لكن منزلة العبادة أعلى من منزلة التعب الذي يصاب به من أجل الدنيا، فهناك فرق كما ذكرنا لكم في الأمثلة السابقة. إذن هذا النصب وهذا الوصب. الذي بعده ماذا؟ ولا هم ولا حزن. طيب الهم، ما هو الهم وما هو الحزن وما هو الفرق بينهما؟ الهم يكون على أمر مستقبلي، والحزن يكون على أمر مضى. الهم يعني مثلا شخص مثلا غدا عنده مقابلة على وظيفة، أو لا يعرف غدا مثلا مثلا عنده مثلا يريد مثلا يبحث عن مال له، أو يريد مثلا الزواج لأمر مستقبلي لكن لا يوجد عنده مال، يريد مثلا أمر من أمور الدنيا أيا كانت، فيصاب بالهم، يعني شيء مستقبلي لا يعرف ماذا سيحصل فيصاب بالهم. هذا الهم متعب جدا للإنسان، يعني تجد أنه إذا أصيب المسلم بالهم ربما لا ينام الليل. في أحد منكم مصيب بالهم؟ يعني في ليلة من الليالي لم يستطع أن ينام بسبب الهم؟ في الجميع، يعني الأغلب يصاب بهذا الهم، فتجد أنه يهتم إلى أمر أيا كان هذا الهم الذي يهتم به.
سواء أمر ربما مثلا يخشى من عدو، يخشى من شخص مثلا تسلط عليه فيصاب بالهم، فتجد أنه كثير التفكير، حتى أنه ربما يشغله حتى في صلاته، حتى في الصلاة لا يستطيع أن أيضا يستطيع أن يخشع في صلاته بسبب إيش؟ هذا الهم، فتجد أنه يفكر، دائما يفكر، هذا هو الهم. أما الحزن فهو على أمر مضى، يحزن على أمر مضى، فتجد أنه مثلا على وفاة قريب، وفاة ابن له، فكلما تذكره تجد خاصة الأم تحزن، وهكذا أيضا فقد المال، فقد مالا، رجل مثلا تسلط عليه وأصابه بأمر من أمور الدنيا فيحزن على أنه مثلا تعرف على هذا الشخص وحصل منه هذه المشاكل، وقس على ذلك الأنواع الكثيرة. الآن كم عددنا في هذا المكان؟ كل واحد عنده شيء قد أحزنه، ما منا إلا ومر عليه شيء من أمور الدنيا فأحزنت. إذن قال الهم والحزن، الهم والحزن تصيب البدن أم تصيب النفس؟ النفس، لاحظ أنها تصيب النفس، لكنها أشد من النصب والوصب، يعني أمراض النفسية التي الهم وكذلك الحزن والحزن، هذه أشد وأفتك على المسلم من الأمراض، وهي النصب والوصب، وإن سميناها أمراض لأن الوصب يدخل فيه أيضا المرض. إذن هذه الهموم وهذه الغموم داخل أيضا في عموم الحديث بأن الله سبحانه وتعالى إيش؟ يكفر عنه بما أصابه من هذه المصائب، مجرد الهم. ولذلك الهموم كثيرة، يعني الإنسان، يعني الآن لاحظ أننا إذا قلنا النصب والوصب، فهنا سؤال يعني يقال، يعني كل نصب ووصب يصاب به الإنسان يؤجر عليه؟ نقول لو أنه مثلا أصيب بتعب بسبب معصية، هل يؤجر عليها أم لا؟ لا، يقول لا يؤجر عليها. إذا أصيب بمثلا تعب وهو يريد عمل مصيبة، مثلا يسرق، يريد السرقة، فقفز على مثلا بيت فدخله فمثلا سقط وأصيب، هذا لا يؤجر على هذه المصيبة، لكنه لو أنه تاب لأجر عليها، لو أنه تاب لأجر عليها. لكن هناك بعض الناس مثلا يعمل معصية، يرتكب معصية من المعاصي، ولنقل أنه مثلا، الكثير من الناس الآن معه جوالات، صح ولا لا؟ هذه الجوالات التي بأيدي الناس، فنظر إلى صورة محرمة مثلا، هذه لا شك أنها على ذنب وإثم، لكنه بعد أن رآها أصيب بشيء من الهم، أصيب بشيء من الهم، من الضيق، فيصاب الناس بالضيق وشيء من ذلك، فهذا قال أهل العلم أنه يؤجر على ذلك. لماذا؟ لأنه أحس بالذنب، فإنه يؤجر وإن كان أصل هذا الهم هو معصية. لماذا؟ لأنه أنبه ضميره. لذلك نجد أن كثير من الناس ربما يأتي، وكثير من الأصحاب يشغل بعضهم بعضا مثلا عن الصلوات فيؤخرون الصلاة، لكن تجد أنهم يتفاوتون، شخص فاتته أو فاته وقت الصلاة ما يهتم، لا يبال، لكن شخص آخر فاتته الصلاة وتأخر عنها، لكنه يحس بإيش؟ بنوع من الضيق، هذا يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر عليه، لأنه أحس بخطئه، فهذا هو الفرق. إذن كما ذكرنا أن النصب والوصب، انظروا إلى يعني هذه المعاني العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيئا من أنواع المصائب إلا بينه في هذا الحديث، فقال أول النصب والوصب، وهي تصيب إيش؟ البدن، وأتى بما هو أشد منها وهو الهم والحزن.
لماذا قلنا أن الهم والحزن أشد من النصب والوصب؟ لماذا؟ لأن الهم والحزن إذا اشتد على الإنسان أصابته بالأمراض إيش البدنية، يعني يصاب بإيش بالنصب والوصب أيضا، يحس بالتعب في بدنه. لاحظوا أحيانا عندما يصاب الناس ببعض الأمراض، وأذكر لكم مثال الخوف. الخوف الآن بعض الناس عندما يخاف مثلا يأتي أمر مفاجئ ويخاف، تجد أنه إيش يبقى في مكانه لا يستطيع أن يتحرك. هو في الأصل يتحرك أم لا؟ ها يتحرك يمشي، لكنه إذا أصيب هذا الشعور، هل هو بدني أم نفسي؟ نفسي، لكنه منعه من ماذا؟ من الحركة، لم يستطع أن يتحرك. الأطفال مثلا نجد أنهم إذا ذهبوا مثلا إلى المدرسة أو خافوا، تجد أن بطنه يؤلمه، يأتيه ألم في البطن. هو أصل هذا الألم أتى من ماذا؟ من الخوف، وهو شيء نفسي لكنه أصابه في بدنه. الأشد من ذلك أن الهموم والغموم أيضا تسبب الأمراض، تسبب الأمراض. لذلك ذكر الأطباء، قالوا بأن الإنسان الذي دائما يتعب ويصاب مثلا بالحزن، فإن الحزن يفتت القلب، ولذلك تجد أن من يصابون بالحزن ويصابون بالهموم وكذلك الأحزان يصابون ببعض الأمراض، وذكروا من ذلك مثل مرض السكر، الضغط، الكوليسترول، غيرها من الأمراض. كل هذه ماذا؟ تتسبب أو تحصل بسبب الأشياء النفسية. لاحظوا أنه أمر نفسي ولكنها أثرت على بدنه، أثرت على بدنه. ولذلك نجد أن كثير من يصاب بالحزن والأحزان تجد أنه دائما بعيد، لا يتحرك، تجد أنه في مكانه، لا يعني لا يريد الذهاب، لا يريد أن يختلط بالناس. ثم بعد ذلك تتضاعف عليه إيش الأمراض والأسقام. لماذا؟ قالوا لأن هذه المصائب وهي الهم والغم أنها تضعف المناعة. انظروا، تضعف المناعة، فإذا ضعفت المناعة أصيب بإيش بالأمراض، الفيروسات، الأشياء غيرها يصاب بها. لماذا؟ لذلك المسلم دائما عليه أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، راضيا بما أصابه، لأن هذا الرضا والاستسلام أيضا للأحزان وكذلك الهموم لا شك أنه يترتب عليه مفسدة، لكنه إذا وكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى رفع الله سبحانه وتعالى من معنوياته. ولذلك قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، المرجع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيأتيهم أو تحصل لهم الطمأنينة والراحة. فتجد أن المؤمن الذي دائما يرضى بقضاء الله وقدره ولا يحصل له، يعني لو أصابه شيء من ذلك لكنه عنده الرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يسلمه من هذه الأمراض والأسقام، بل إن الله أيضا يبدله بهذا المصاب رضا وراحة وقوة، وهكذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. سنذكر أيضا شيئا من حال النبي وما أصيب به. لم يسلم حتى النبي عليه الصلاة والسلام من الهموم والغموم والمصائب حتى. لكن الآن وصلنا إلى الأمر الرابع، ذكرنا النصب وذكرنا الوصب وذكرنا الهم وذكرنا الحزن. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولا غم. الغم هذا ذكره بعد، لكن قبل الغم، الغم أشد شيء، لكن قبله ماذا قال بعد أن ذكر هذه الأربع؟ قال: ولا أذى. ولا أذى، لماذا ذكر الأذى بعد هذه الأربعة؟ قال النصب والوصب والهم والحزن، ثم قال ولا أذى. طيب الأذى هو واحد من هذه المصائب الأربعة، أليس كذلك؟ لكنه قال أذى لأن المسلم ربما يصاب بأكثر من واحدة أو بها جميعها، ربما يصاب بالنصب وهو التعب في العمل وغيره،
وربما يصاب بالوصب مرض يصاب به، وربما يصاب بالهم، وربما يصاب أيضا معها بالحزن. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذى وهي شاملة لجميع الأربع، يعني لا يعني أنك تصاب بواحدة فقط، لا، ربما تصاب بأكثر من شيء من هذه المصائب. ولا أذى، ولا أذى. فهذا أيضا انظر إلى يعني الإعجاز في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي بلاغته، وأيضا جمع النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة واحدة لجميع أنواع ما يصاب به الناس من المصائب التي يصاب بها في حياته. إذن ذكر الأذى، والأذى كل ما يصيب المؤمن أيا كان، سواء من الأربع أو من غيرها. والأذى ولو كان شيء بسيط، لو كان في مثلا في 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 مصلانا هذا، في هذا المسجد، وأنت تريد أن تصلي، جاء واحد ودفعك دفع بسيط فتأثرت، هذا نوع من الأذى تؤجر عليه، يعني أقل نوع يعني تخيل. لكن المسلم يجب أن يستشعر أنه كلما أصابه شيء من هذه المصائب عليه أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا خلاف الصبر، يعني خلاف الصبر، لا أقصد الصبر، كما ذكرنا الصبر هو منزلة أعلى، لكني أنا أتكلم حتى تؤجر على مثل هذه الأشياء البسيطة التي تصاب بها، وإن كانت سهلة لكنك تؤجر عليها. فأحيانا أنت مثلا تصلي، أنت مثلا تتضايق إذا مر من أمامك شخص وأنت تصلي، هذا أذى ولا مو أذى؟ أذاك. جاء مثلا وأخذ مكانك في المصلى، هذا نوع من الأذى، لكنك إذا احتسبت الأجر فأنت تؤجر على ذلك. ولو احتسبت أيضا أكثر من ذلك بأن تركته ولم أيضا تتخاصم معه أيضا تؤجر. هنا يأتي إيش؟ وبشر الصابرين، هنا صبر، نوع من الصبر، ولذلك هذه منزل عالية. كذلك أيضا جاء في قوله تعالى لما ذكر المسارع إلى الخيرات، نحن أمرنا بالمسارعة ولا لا؟ من يعرف الآية التي فيها مسارعة؟ آية فيها المسارعة في الخيرات، في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، ثم قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كظم الغيظ والعفو عن الناس. هذه منزل عظيمة، هذه جاءت من ماذا؟ من نوع من هذه الأنواع التي ذكرنا، ليس كذلك؟ كاظمين الغيظ، أنت تغضب ليش؟ ليش تغضب؟ لأن شخص أذاك، ليس كذلك؟ هذا نوع من المصائب فتغضب، لكن أنت تؤجر بمجرد أن أذاك هذا الشخص. لكن كظم الغيظ هذه تعتبر منزلة إيش؟ عالية، هذه مما أمرنا بالمسارعة فيها، كظم الغيظ. وهذا حال المسلم دائما يحرص على هذا الأمر وهو كظم الغيظ. طيب كظم الغيظ هل في منزلة أعلى من كظم الغيظ؟ يعني جاء واحد وأخطأ عليك مثل ما ذكرنا، جاء ودفعك وأخذ مكانك، أنت الآن ما ردت عليك، كظمت غيظك، صح ولا لا؟ طيب في منزلة أعلى منها؟ العفو، تقول الله يسامحك، العفو، هذه منزلة أعلى صعبة، يعني ربما تكون في النفس يعني صعبة. واحد أخذ مالك تقول تكظم غيظك لا ترد عليه ومع ذلك تقول عفوت عنه، واحد مثلا تسبب لك بمشكلة وكذلك أيضا عفوت عنه. لكن هذه المنزلة وهي كظم الغيظ والعفو عن الناس، من أحق الناس بها؟ ها، من أحق الناس بها؟ أقرب الناس إليك، أقرب الناس إليك. للوالدين لو مثلا كان والدك مثلا شديد، بعض الناس يشتكي من والد يقول والدي شديد وكذا، اعلم أن والدك لو كان شديد هو يريد المصلحة لك، لكنه لم يوفق للأسلوب الصحيح. ولذلك اعلم يقينا أن والدك لو كان مسيئا كما تظن إليك، مثلا عند شدة عند حدة وربما يكون مسيء، لكن اعلم أنه يريد لك المصلحة. فإذا أقرب الناس إليك هم أولى بماذا؟ بأن تكظم غيظك، لا ترد على والدك، لا ترد على والدتك. بعض الناس للأسف
أنه يتجرأ على والديه أكثر مما يتجرأ على الناس. إذا صار مثلا عند الناس قال الله والله عفوت عن هذا عفوت عن هذا، لكن إذا حصل بينه وبين والديه مشكلة تجد أنه مباشرة إيش يرد، أنت ما تفهم، يرد على والده بهذه العبارة، أنت ما تفهمين، أنت عجوز، أنت شايب، أنت كذا. هذا لا شك أنه نوع من إيش، من العقوق، ولم يتحصل على شيء من الأجور أبد، بل إنه ارتكب من الآثام العظيمة وهي من كبائر الذنوب، أليس كذلك؟ لذلك أولى الناس، أولى الناس وأقرب الناس فيما إذا حصل لك أذى كما ذكرنا في هذا الحديث، وهم أقرب الناس فيما يتعلق بالعفو والصفح وما يتعلق بكظم الغيظ. ثم أيضا الأشد من ذلك، أقرب الناس إليك بعد الوالدين من هم؟ من؟ إخوة، أقول الإخوة في أقرب، لأن الشيطان أحرص على التفريق بينكما، كلاهما لهم حقوق يعني صلة الرحم والأرحام، لكن الشيطان يحرص على الفرقة ما بين الزوج وزوجته. لماذا؟ لأنه إذا حصلت الفرقة إيش؟ انهدت الأسرة، لأن الأسرة تبنى من الزوج والزوجة، فإذا كانت الحياة سعيدة ومطمئنة أيضا نشأ جيل وأولاد تجد عندهم الراحة والطمأنينة وينفعون أنفسهم وأيضا يستفيدون أيضا من أيضا الحياة، لكن تجد البيوت التي مليئة بالمشاكل ما بين الزوج وزوجته تجد أن أثر هذه المشاكل على من؟ على الأولاد، فيتأثرون بهذه المشاكل. ولذلك أولى الناس بالعفو وكظم الغيظ أيضا الزوج والزوجة، لا للمرأة أيضا مع زوجها ولا للزوج مع زوجته. ولذلك يجب أن يكون الرجل دائما حكيم، أنت اجعل أسرتك دائما أسرة إيش؟ فيها الراحة، فيها الطمأنينة، فيها أيضا هذه ترى المعاني العظيمة. لا تتوقع أنك إذا مثلا تأسفت أو تغاضيت أو عفوت عن زوجتك أن هذا نقص فيك، لا، هذا كمال، هذا نوع من الكمال. بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما حصل من أزواجه ما حصل عليه الصلاة والسلام لم يتكلم عليهم ولم يؤذيهن، وصبر عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الكيد يحصل في خاصة الضرات فيما بينهن، فلذلك صبر عليه الصلاة والسلام ولم يتعدى عليهن. ولذلك المسلم دائما يحرص على أن تكون حياته مطمئنة مستقرة ويحصل على هذا الأمر. واعلم أن كل ما يصيبك سواء من والديك أو من زوجتك أو من أولادك فإنك تؤجر عليه، كما جاء في الحديث، أليس الأولاد أحيانا يكونون هم؟ أليس أيضا تحزن أحيانا لما تجد أن الولد قد فشل ولم ينجح في مثلا حياته تحزن، فهذا نوع من الحزن وهذا نوع من الهم. أيضا تبحث لولدك أيضا عن عمل، تبحث أيضا له عن زوجة صالحة إلى غيرها من، تخيل يعني 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 أنت الآن ابتعد واسرح بخيالك بكل ما تتوقع من هذه الأنواع التي يصاب بها الناس وأنت بما تصاب به. ولذلك يجب أن يحرص المسلم أن يكون العفو والتسامح لمن؟ لأقرب الناس. ثم بعد ذلك يأتي أيضا للإخوة فيما بينهم، كذلك أيضا الأقارب وأيضا ما يتعلق بالأرحام، كل هؤلاء لهم حقوق وهم أولى بالعفو والصفح. هذا أمر. إذن وصلنا إلى الأمر الخامس، النصب. أنا أبغاكم تحفظونها، ترى النصب والوصب والهم وإيش والحزن، ثم قال أذى. أذى وش معناه؟ الأذى يشمل جميع أنواع الأذى ويدخل منها الأربعة وربما تصاب بشيء منها. ثم قال ولا غم. وش الفرق بين الغم؟ يعني ما هو الفرق ما بين الغم وما بين الحزن والهم؟ الهم والحزن أيضا تصيب النفس ليست البدن، أليس كذلك؟ الغم أيضا تصيب النفس لكنها أشد من الهم والحزن. الغم كأنه مغمى عليه،
يعني الشخص كأنه مغمى عليه، ما عاد يشعر بشيء، ما يشعر بمن حوله. عندما يصاب بالغم ما عاد يشعر بمن حوله، يقولون يكلمونه لا يتكلم معهم، غم غم عليه، أليس كذلك؟ كما أيضا جاء في الحديث، في حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل أصابك يعني من مصاب شديد أشد من يوم أحد، يوم أحد كان شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام، قال نعم، عندما ذهبت وعرضت نفسي على ابن عبد ياليل في الطائف، ذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الرسالة ولكي ينصروه، ولكنهم لم ينصروه، فحصل منهم ما حصل، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أذاهم. هذا نوع من إيش؟ الأذى. هذا الأذى الذي أصيب به النبي عليه الصلاة والسلام ارتفع إلى درجة إيش؟ الغم. كيف صار غم؟ هذا مصداق كلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال، يقول فذهبت هائما، يقول فلم أفق، يعني انظر الإفاقة من ماذا تكون؟ عندما أقول واحد فاق يعني إيش؟ يعني إما أن يكون نائم أو أنه مغمى عليه، فاق. يقول فلم أفق إلا وأنا في قرن الثعالب، هذا جبل ما بين الطائف وما بين مكة، يعني مسافة، يعني مشى النبي مسافة طويلة وهو لا يشعر بشيء في طريق. لماذا؟ أصابه الغم، أصابه الغم عليه الصلاة والسلام. يقول فلم أفق إلا في قرن الثعالب عليه الصلاة والسلام. يقول فرفعت رأسي فإذا سحابة، فإذا جبريل. يقول إن الله قد علم ما قال لك قومك، وإنه قد أرسل ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسألهم ملك الجبال قال إن شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. هذه انظر إلى، لو أن شخصا يعني حصل من أناس أن آذوه ورموه وأدموه بالضرب وبالحجارة وبغيرها، ثم يأتي شخص يقول له أنا أنتقم لك من هؤلاء الذين ضربوك وشتموك وأخرجوك، لتجد أن أكثرنا سيقول نعم أريد يعني أنتصر لنفسي. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة المهداة قال له لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. انظروا إلى هذا التسامح وهذا العفو من نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أنه أوذي وضرب وأخرج، ومع ذلك قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. إذن هذا هو النوع، لكن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أصيب بمثل هذه الغموم وأيضا الهموم التي يصاب بها الناس. هذا الغم يصاب به الناس سواء كما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام في دعوته، كذلك أيضا لما قال الله تعالى أيضا في كتابه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أيضا قال الله تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وأيضا لما جاء أيضا في سورة إبراهيم في آخرها أيضا وهي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي حسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، أيضا في هذه أيضا آية أخرى. لذلك يجب المسلم أن يستشعر مثل هذه المعاني المصاب الذي يصاب به الناس سواء من الهموم والغموم. لذلك أيضا أنا أذكر أن هذه المصائب أحيانا يصاب بها الناس في أمور دنياهم، ولذلك نقول لو أن شخصا وهذا حصل قد جعل ماله مثلا كما حصل في مساهمات، ثم خسرت هذه المساهمات فأذهبت جميع ما عنده من مال، ماذا يحصل؟ يصاب بإيش؟ بالغم. هذا حدث في وقت من الأوقات عندما هب الناس هبوا بالمساهمة في أسهم شركات، يعني يرون أن الأسهم
أنها أفضل يعني فيما يتعلق بالمرابحة وفي أيضا التجارة، وأنها من التجارات السهلة التي أيضا توصله إلى المال الكثير. فالبعض من الناس جعل ماله كل ما يملك، بل إن بعضهم باع بيته، كل ما يملك من أبياء من بيوت من عنده باعها، وأخذ أيضا المجوهرات التي عند زوجته فجعلها في الأسهم، ثم أخذ أيضا لأن البنوك أيضا تعطيك أيضا قرضا مقابل المبلغ الذي عندك في البنك، مثلا ساهمت مثلا بمليون يعطونك أيضا قرضا بمليون. فماذا حصل من الناس؟ الناس مثلا باع بيته مثلا بمليون، ثم أخذ أيضا من البنك مليون، ثم دخل في المساهمات. هو كان عنده أولا بيت وكان يملكه وقيمته مليون، ثم أخذ مليون قرضا لكي يريد أن يضاعف هذه الأسهم، ولكنها لما خسرت خسر البيت وأيضا تحمل المليون، يعني صار أيضا مديون. فلما حصلت هذه النزلة، يعني يحدثني شخص كان مع هؤلاء وهم ينظرون إلى الشاشات، ينظرون إلى الشاشات، يقول فلما نزلت لم يصدق الناس، وكان ذلك قبل صلاة الظهر. أنا بس أريد أن أوضح لكم هذا المعنى، لأن الناس أيضا تتعلق بأمور الدنيا. المقصود أنها لما نزلت الناس أصيبوا بإيش؟ بالغم، ما عاد يشعرون بشيء. فجاء وقت صلاة الظهر فقالوا من يصلي منا؟ لم يتقدم أحد، قال والله ما نستطيع نصلي، ما حد يستطيع يعني. فحاولوا حتى تقدم شخص فأراد أن يصلي، فلما كبر ثم لم يعرف يركع يسجد، ثم التفت عليهم قال والله لا أستطيع أن أصلي. انظر إلى يعني انظر إلى تعلق الناس أيضا بأمور الدنيا، وكيف أن هذه الأمور هذا نوع هذا تصور للغم الذي يصاب به الناس، يعني خلاص يغلق عليه، ما حد يستطيع أن يعرف ما يتصرف ولا يستشعر بصلاة ولا عبادة ولا غيره. ولكن لو أنه استشعر المعنى الذي بشر به النبي بشر به ربنا عليه ربنا سبحانه وتعالى لعباده لما قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة على طول مباشرة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لجاءه الأمن والراحة والطمأنينة، والاستطاع أن يتجاوز مثل هذه المصائب، هذا نوع من المصائب. إذن هذه المصائب التي أصيب بها الناس في أموالهم يؤجرون عليها أم لا؟ يؤجرون عليها، يؤجر المسلم، ولكنه إذا صبر واحتسب أيضا هذا كما ذكرنا أنه أجر زائد. ثم قال لما ذكر هذه المصائب، يعني بدأ بالأقل ثم الأقل ثم الأكثر ثم الأكثر، ثم جاب حتى أسهل الأشياء أنك تؤجر عليها. ما هي؟ وهي لو أصبت بشوكة، لو أصبت بشوكة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن هذا الحديث له معنى عظيم، يعني لا شك أن المسلم عندما ينظر إلى هذه المعاني العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام والتي نصاب بها في حياتنا، وفصلنا فيها وذكرنا أمثلة كثيرة في حياتنا، فعلى المسلم ألا يفرط بهذه الأجور. أي مصيبة، أي أمر، أي أذى تصاب به، فعليك أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن الأجر عظيم، وكلنا بحاجة إلى هذه الأجور. ولذلك أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، أي الأكثر إيمان ربما يصاب ويبتلى، لكنه إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ذهبت جميع هذه الهموم. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لبلال؟ إيش يقول؟ أرحنا يا بلال بالصلاة. انظر الصلاة هي راحة وهي طمأنينة، لكن المسلم يجب أن يؤديها بماذا؟ بما بينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، من أولا من الوضوء، أن يحسن الوضوء أولا، ثم بعد ذلك أيضا يحرص على أن يؤديها كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سيتحصل على
الأجور العظيمة أولا، وكذلك الطمأنينة والراحة. ولذلك الصلاة هي طمأنينة وراحة للمسلم. هذا يعني مختصر لما جاء في هذا الحديث. ولذلك طبعا هذا اللقاء هو لقاء مفتوح، أيضا نعرض فيه الأسئلة التي عند الإخوة هنا، أيا كانت هذه الأسئلة سواء متعلقة بالعبادات أو بموضوعنا الذي ذكرناه في هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يتقبل منا جميعا ما قدمنا من أعمال، سواء ممن حج هذه السنة، وأن يجعل حجنا جميعا حجا مبرورا وسعيا مشكورا. كذلك الشكر لأيضا ولاة أمرنا وفقهم الله على ما بذلوه من جهود عظيمة في خدمة الحجاج والمعتمرين. فشاهدنا جميعا ما بذلته هذه الدولة المباركة من تيسير وتسهيل أيضا للحجاج. ولذلك وضعت بعض التعليمات التي هي من صالحنا، ولذلك كل من حج بتصريح وجد هذه الراحة والطمأنينة، وأدى هذه العبادة والله الحمد براحة، وأيضا تجد أنه يتلذذ في عبادته ولا يجد أيضا المشقة. ولذلك هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن جاءت هذه القرارات المباركة. لماذا؟ لكي يؤدي المسلم العبادة بطمأنينة وراحة. فلذلك إذا نظرنا هذه الجهود العظيمة، نحن للأسف لا نستشعر أحيانا ما أيضا يتحمله أيضا ولاة الأمر، كذلك أيضا الجهات الأمنية، كذلك أيضا الجهات الخدمية، وزارة الحج، الوزارات الأخرى من أعباء لكي تسهل لنا هذه العبادة ونؤديها بما أيضا وجهنا به نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك دائما المسلم عليه أحرص على اتباع مثل هذه التعليمات، لأنها فيها المصلحة العظيمة لنا وأيضا للجميع. ولذلك مثل هذه التعليمات يجب أن يستشعر بها المسلم، نقولها الآن، وأيضا يحرص عليها المسلم ويذكر غيره حتى في السنوات القادمة. بعض الناس هداه الله وإن كان في حملة، لكنه تجده يشد عن هذه الحملة ظنا منه أنه مثلا يريد أن يذهب بنفسه أو كذا أو كذا. هذا أيضا نوع من مخالفة التعليمات، يضر نفسه وأيضا يضر أيضا الحملة التي كان معها، فهو يترتب عليه بتأخيرهم وغيرها من أيضا المخالفات. أذكر هذا لماذا؟ لأنه حصل من البعض للأسف الشديد من هذه المخالفات ما ترتب عليه أيضا الأذى على الآخرين، والمسلم لا يجوز له أن يؤذي غيره ولو كان هذا الأذى في عبادة. ولذلك لو أن شخصا مثال صلى في طريق الناس، أليس هذا أذى؟ مع أنه في عبادة يتقرب إلى الله بهذه الصلاة، لكنه صلى في طريق الناس فلم يستطع الناس أن يمضوا مع هذا الطريق، هذا أذى أم لا؟ أذى. فقس على ذلك أي عبادة تتلبس بها ولكن هذه العبادة تترتب على مفسدة على الغير، لم يجوز لك فعل هذه العبادة. ولذلك يجب أن يتنبه المسلم لهذه المسائل الدقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يجزي كل من عمل لخدمة الحجاج أيضا في حجهم وسهل عليهم هذا الحج. نسأل الله أن يتقبل من الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.